نروح بقى لتصريحات طبعا محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الاول، والتصريحات دي مهمه جدا لانها بتوضح الى حد ما الوضع كان في تونس مع منتخب الشباب ازاي. طبعا دكتور محمد ابو العلا هو كان طبعا طبيب منتخب الشباب في تونس، وقال في تصريحات اعلاميه ان ما كانش فيه اي تجني او تلاعب حصل للبعثه في تونس فيما يخص الامور الطبيه ومساحات فيروس كورونا، وقال النتائج اللي تم الاعلان عنها من قبل اتحاد الكوره بعد المسحة الأخيرة بعد العودة طبعا أو عودة منتخب الشباب لمصر هي نفسها اللي ظهرت في تونس نفس النتائج. وقال لو لينا الحق، بالتأكيد لو لينا حق في اللي حصل ده هناخده، هناخد حقنا أو سنحصل عليه. وقال إن كان في دعم كبير جدا من قبل المسؤولين للمنتخب، وإن الكل كان بيتواصل معانا بشكل مستمر وبيتابع التفاصيل لحظة بلحظة. وقال إن الوضع كان بس محتاج تقييم طبي من أجل اتخاذ القرار النهائي سواء باستكمال البطولة أو العودة لمصر. وفي النهاية تم اتخاذ القرار النهائي، ويمكن برضو في كلامه أنه ظهور حالة أو اتنين بالتأكيد ممكن تحصل أو تخلي أن يحصل نوع من أنواع التفشي للمرض بين اللاعبين بقى فيزيدوا زي ما شفنا كده. وقال بالنسبة لي قدمت تقرير طبي وفي كل الملاحظات لاتحاد الكورة، والتقرير بيتضمن الوضع الطبي للمنتخب وإيه اللي المفروض نعمله عشان نتفادى اللي حصل ده. واتكلم كمان على ان كل اللاعبين اللي اجروا المساحات الطبيه قبل السفر لتونس ب 24 ساعه كانت نتائجهم سلبيه، لكن الوضع تغير خلال تواجدهم في تونس. واختتم كلامه بان كره القدم يعني مش هتتغير بكل تاكيد، وان في معسكرات واقامه في فنادق، بس لازم ان احنا نراعي الاجراءات الاحترازيه والحالات مستقره بالنسبه للاعبين، وفي اعراض يمكن ظهرت على البعض لكن الامور لحد دلوقتي طيبه. طب هو مهم إذا كان لينا حق هنحصل عليه دي.